الناس بتسأل عليها هي اختفت فين، وفي اللي بيقول دي راحت عليها خلاص وما بقتش ماشية معاها زي الأول، أكيد مش هتاخد زمنها وزمن غيرها. كلامنا هنا عن الراقصة صافي ناز اللي كانت واكلة الجو من كل الراقصات في مصر طول السنين اللي فاتت، وما كانش حد بيقدر يجاريها سواء في موهبتها في الرقص الشرقي أو حتى في شهرتها. وعشان كده لما اختفت شوية الناس لاحظت ده. يا ترى اللي لاحظوه ده صح ولا في حاجة تانية؟ وفي الفيديو ده هنعرف إيه حكاية إنها راحت على صافي ناز خلاص دي، وكمان هتعرفوا مفاجأة عن اللي بيقولوا الجمهور عنها، وازاي ما بقتش بتعرف ترقص زي الاول، وليه الطلب عليها بقى قليل، ويا ترى ناويه تسيب مصر وتروح تاكل عيش في حته تانيه ولا ايه؟ يلا بينا. مين يتخيل ان صافي ناز اللي كانت اشهر من نار على العالم نجمها يقل كده وما تبقاش موجوده على الساحه زي الاول، وبعد ما كانت واكله الجو من دينا الرقاصه وبتاخد حفلاتها في قاعات الافراح وفي حفلات الفي اي بي، دلوقتي بقت مش مرغوب فيها وبيتقال على رقصها كلام هي نفسها ما بتحبش تسمعه، لدرجه ان في ناس قالت دي خلاص هتسيب مصر وتشوف بلد تانية ترقص فيها. طب صافي ناز فين؟ السؤال ده ساله الجمهور، وسهل نقول بكل بساطه انها موجوده، بيجي لها شغل وحفلات وبتطلع ترقص، حتى الفتره اللي فاتت دي كانت وبتعمل حفلات في الساحل والقاهرة وبتطلع الفنادق عادي، بس الشغل بقى محدود قوي والطلب عليها بقى قليل مش زي الأول، وطالما الشغل بقى قليل كده يبقى في حاجة غلط والجمهور بيقول إنها خلاص راحت عليها. لكن ليه بقى الطلب بقى قليل كده؟ أنا هقول لكم، في رقصات كتير ظهروا الفترة اللي فاتت وفي منهم اللي سمع واتشهر وبقى الساحل ده ملعبهم، زي حورية وزي بوسي، ودول كانوا بيشتغلوا في الملاهي الليلية بس عشان في موهبة عندهم والفلوس اللي بيقبضوها أقل، وكمان حفلات الساحل مش معتمدة على راقصة واحدة فكان لازم تظهر اكتر من واحده. وعشان نكون بنتكلم على المكشوف، صافي ناز عملت لنفسها شهره وحققت فلوس وبقت حفلتها او الساعه اللي بتطلعها بمبلغ وقدره، وهي مش هتنزل سعرها عشان كده الراقصات التانيين واكلين منها الجو. الغريبه بقى ان صافي ناز نشرت كام فيديو الفتره اللي فاتت على حسابها على انستجرام، والحفلات واضح انها قليله والفيديوهات ما بقتش زي زمان، وكان باين عليهم انها ما بقتش بترقص حلو زي الاول، لدرجه ان ناس كتبت في التعليقات دي راحت عليها، وبيقولوا كمان انها ما بقاش في موهبه وبتحاول تجدد بس مش عارفة تطلع جديد، وده بسبب ان الرقص الشرقي ليه طريقة وليه دراسة ومحتاج تطوير علشان الاستمرارية، وده اللي مش عند صافي ناز. تخيلوا نشرت فيديو هي بترقص على اغنية مخاصمات والمتابعين بيقولوا على رقصها دي جاية تتخانق مش ترقص، وفي فيديو تاني بترقص وهي قاعدة وحبت تعمل كام حركة كده عشان اثارة الجدل، بس الجمهور معجبوش اللي حصل والانتقادات نزلت عليها من كل حتة، لدرجة انهم كانوا عايزين الشرطة تتدخل وتقبض عليها كمان. ومع كل الضجة اللي حاصلة على صافي ناز دي، ناس كتير بتقول دي هتسيب مصر خلاص وتشوف لقمة عيشها في حتة تانية، وكمان بيقولوا كفاية الفلوس اللي عملتها من ورا الرقص في مصر وكفاية عليها كده، تعتزل بقى وتقعد في البيت. وطبعا كل ده مش هيحصل دلوقتي، حتى لو الشغل قليل هي لسه موجودة ولسه في طلب عليها في الحفلات، ويمكن الموضوع ده لو استمر يحصل تغيير عشان صافي ناز دماغها شغالة وعارفة اللي بيدور حواليها، وان هيجي وقت وحد يطلع ياكل الجو منها، وقتها بقى هتتجه لتدريس الرقص او الاعتزال هي وشطارتها. انتوا بقى ايه رأيكم في اللي بيتقال على صافي ناز دلوقتي؟ وهل فعلا راحت عليها وما بقاش مرغوب فيها زي الأول؟ وإيه الأسباب من وجهة نظركم؟ اكتبولنا رأيكم في الكومنتات.